والله في رواياتنا كل رواياتنا مالك يوم الدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بإمكانك أن تقول إنا للحسين وإنا إلى الحسين لراجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام أيضا في هذه الروايات عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني أنت دا تدخل على إمام بيده الكون وبيده كل شيء، وإذا قال للشيء كن يكون. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. And the hadiths of the Ahlul Bayt have said that God's remembrance, this dhikr that's mentioned in this verse in the Quran, is wilayatu aliyyin wa ali aliyyin alayhim as-salatu was-salam. Allahumma salli ala Muhammad. So if you turn away from the guidance of the holy immaculate family of the Messenger of God, your life will be miserable. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. الإمام المهدي ذكر الله، في بعض الروايات تفسير للآية ذكر الله هو الإمام المعصوم. ذكر الإمام المعصوم ذكر لله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ظاهره أنه هو فعلا واقعا قسيم للنار والجنة، وهذا المعنى موجود في روايات كثيرة، روايات كثيرة أن لأهل البيت عليهم السلام حكومة يوم المحشر، لأهل البيت عليهم السلام سلطة يوم المحشر. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إلى مرتبة الإمامة الأرضية، وحين يقول أنا صاحب الأمر الأعظم، إنه يشير إلى التجلي الأتم في الإمامة الأرضية. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قال له رجل من أصحابه: جعلت فداكم، أعندكم علم الغيب؟ فقال له: ويحك، إني أعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. بالروايات تسمى من زار الحسين عارفا في حقه فقد زار كمن زار الله في عرشه. صل على محمد. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أعلى وأخبث وأنجس درجات الشرك في ثقافة آل محمد ما هي؟ أحاديثهم تقول من ادعى الإمامة، هذه أعلى درجات الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. الله تعالى عليم بذات الصدور. الإمام أيضا في هذه الروايات عليم بذات الصدور. واعلموا
أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. هم الذين يباشرون محاسبة الناس. وتشتقها في الزيارة الجامعة, الزيارة الجامعة التي نقرأها موجودة العبارة: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في الأكوان. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. معروف اللي عندهم ميصر عندهم أولاد وذرية يتوصلون بالحسين. الحسين لمكانته عند الله, لمقامه عند الله. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. روايات أهل البيت تقول قطعا القرآن محرف. الأئمة تبين لنا مواطن التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الإمام علمه بالأرض وما في الكون. شلون إذا عندك درهم في إيدك أنت شلون تقلبه بإيدك؟ يحتاج إلى جهد, يحتاج إلى جهد كبير علمي ويدوي. أبدا ما يحتاج. يقول الإمام أيضا عند هذا العلم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. يعني فعلا لأهل البيت عليهم السلام حكومة فعلية يوم المحشر. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أليس المسلمون كلهم يعترفون بأن آل محمد هم آل الله؟ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.